ثوار وعناصر حزب العمال الكردستانية. وقالت مصادر خاصة لأورينت أن كتائب الجيش السوري الحر قدمت اليوم مبادرة تدعو فيها حزب العمال الكردستاني إلى انسحاب متزامن من المدينة لتأمين عودة المواطنين لبيوتهم، ولكن المصادر ذاتها قالت أن حزب العمال الكردستاني رفض المبادرة وأصر على مواصلة القتال. وينضم إلينا من رأس العين أبو ليث الناطق الرسمي باسم كتائب غرباء الشام. أبو ليث، أهلا بك معنا. ما هي تفاصيل هذه المبادرة التي قدمت وما هو موقف حزب العمال الكردستاني منها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى في كتاب العزيز: وأن فئتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله. بمبادرة من بعض الأخوة المغتربين الأحرار في الخارج، ومنهم السيد عماد الدين اللجي، أشاروا على طرف الجيش الحر بترك مجال للحل السياسي وعرض مبادرة على عصابات حزب العمال الكردستاني بوقف إطلاق النار. نعم. بوقف ما يجري من دماء في المدينة، ورواد الفتنة التي يروجها النظام، ولكنهم رفضوا هذه المبادرة، وعليها أصدر كتائب غرباء الشام البيان التالي. بيان صادر من كتائب غرباء الشام: بعد أن رفضت عصابات النظام من حزب العمال الكردستاني وما يسمى قوات حماية الشعب البيكيكي والبي واي دي، بعد أن رفضوا المبادرة لوقف إلقاء الدماء التي تكلف أبناء الدين الواحد والوطن الواحد كلفة باهظة لم تكن بالحسبان، خاصة بين المدنيين الذين استهدفتهم قناصات العصابات المذكورة. ترى كتائب غرباء الشام أنها قد أسقطت عن كاهلها العذر كاملا، وأن قواتها ستقوم بما يناسب مهمتها، وهي تحرير كل التراب الوطني دون تمييز بين قامشلو والرستن. وأن نبين للأخوة الأتراد أن حلب ودمشق والقامشلي والدرباسية هي موطئ قدم ووطن للجميع، وليس من حقنا أن نمنع كرديا أو عربيا يصبح بأعلى صوته مفتخرا بتاريخه وقيمه دون مصادر للرأي. وكما نود أن يشاركنا الأخوة الأتراد جميعا بمسيرة واحدة ولنجدد جرحا، ولا نجد حرجا أن يرفرس علم كردي أو علم الثورة في إطار عمودة وقامة. نعم. شكرا لك أبو ليث الناطق الرسمي باسم كتائب غرباء الشام، كنت معنا من رأس العينة.